وانتم الاخوان. منير قال غيضرب هاد الطريق كامله. هاد الطريق كامله الاخوان. حتى غيسال هاد الحجر هاد الكني ولا هاد العراب. اجي بحالك غيضحك سمعك اصاحبي. والله الا غيضحك سمعك. باش غتقتلني اليوم. اجي بحالك اجي. شاركتي معنا في الكاميرا. رخيتو مسكين الله يجزيك. انت نحواق من لينا الغدا وما نوصلوش. وصايق نوض مع الفجر. السلام عليكم متابعينا الاوفياء ومرحبا بكم معنا في قناه دبي في سي. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم الاخوان ان شاء الله غنعدلوا واحد الرحله انا والعيد خالتي منير. وكنتمنى الاخوان تعجبكم هذه الخرجه ويعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. لكن خليكم معايا بعد هذا الفاصل القصير وغادي نرجع. الاخوان هذا المصيد كيتواجد في قريه شمعله اولا قريه صيادين يخلم شفشاون. كما تشوفوا هذا المصيد كامل الصخره الاخوان، ما كاينش هنايا شي بلايص يعني كتجبروا قليل، كاين الكرافه هنايا ما كاينش الرمل، كاين غير الكرافه والحجر. وهذا المصيد الاخوان صعيب باش توصلوا له، ما كاينش شي طوموبيلات ولا شي بلاصه يعني غتجيو غتوصلوا له هنايا، خاصكم تجيو على رجلكم. وكاين واحد الطريقه هنايا الناس ديال ملي كيبغيو يبحروا في هاد البلايص هادو كيكريو الفلوكه في شمعله في الميناء ديال شمعله، تما الناس كيكريو الفلايك وكيجيبوهم لهنايا يبحروا في هاد البلاصه هادي. وملي كيساليو في العشيه كيعاودوا يعيطوا للمول الفلوكه وكيجي موراهم يديهم. خلينا الاخوان مع هادشي ونكملوا الموضوع ديالنا هو ديال الموضوع ديال الصيد. غير بغيتكم انني نشارك معكم هاد المعلومات. دابا جبرتونا وصلنا يعني ضربنا نص الطريق وجلسنا في واحد البلاصه باش نريحوا فيها شويه. وغنجرب اول حاجه الاخوان غنجربوا تقنيه السبينين، غنشوفوا واش غنشبروا شي حاصله بها هي اللوليه باش غنعدلوها للغدا ان شاء الله. يا كاسيمونه نعم اللي جاب بسم الله واخا البوري. المهم خاصنا نتغداو بالحوت اليوم. واذا ما شبرنا والو الاخوان بتقنيه سبيني ولا بليلور ولا طعم صناعيه غنبدلوها للمصيد هذا. جبنا اليوم معنا البلاطه غنغطسوا اليوم الغطس، ما غنشبروش في الماء وجا ندخلوا موراه اليوم ان شاء الله لداخل. اليوم الحوت خاصنا الحوت ضروري. خليكم معايا الاخوان دابا باش نوجد الماتيريال ديال سبينينغ وغنبداو نصادو هو اللولي، ومن بعد عاد غنعدلو القيطون ديالنا ولا الخيمه. وخليكم معنا تحياتي. الدرجة خليك كمل بحالي انت شي حوت موجود علاش لا قلت لا تنرجع خطفتيها لا تنرجع ها السلاح ديالنا
قدي كنت نعرف انه من مشي زلنا كاج الجو قد شي في العون قد شي في العون انتم الاخوان هذه اول شوطه اليوم غنتغداو بها ان شاء الله كنطلب من الله انني نزيد تبار شي وحده اخرى كما كتشوفوا معايا الاخوان ديك الشوطه هي اللي كاينه يعني صادينا دابا في اللولي بتقنيه السبينينغ شبرنا ديك الشوطه وفلتوا لي واحد جوج اخرين وكيتبعوها الشوط يعني كيجيو مورا اللور ولا الرابال ديالنا الاخوان قلت خلي حتى انا عدل القيطون ركبوا القيطون ديالنا دابا الاخوان ونغطسوا شي حاجه نشوفوا واش كاين في القاع بقاو معانا وعاد نرجعوا ان شاء الله نصادوا شويه بتقنيه السبينينغ خويا حميد نسيب الخرجه ناقصه ملي بك صراحه البحر معايا اليوم غير القيطون ديالك دابا نعاودوها ان شاء الله الاخوان ملي ساليتنا دابا من تركيب الخيمه ديالنا كما كتشوفوا غندخل غنصاد بالكلاطه كما قلت لكم في الاولي ديال الفيديو انا ما كنعرفش نصاد بالكلاطه الاخوان ولكن غنحاولوا غنعدلوا شي محاوله وهذيك منا تبحيره منا نشوف واش كاين في القاع عاود الاخوان بقاو معايا
أفرك أكثر من ساعة وأنا في وسط الماء. أكثر من ساعة الإيمان وأنا في وسط الماء. ما سقيتش نخرج وخا ما عنديش اللبسة. كما كتشوفوا الاخوان جبرتوني خرجت دابا من البحر. الصراحه برت ما عنديش اللبسه د البحر. الحاصيله شويه د الحوت كما كتشوفوا معايا. انا ماشي محترف ولا كنفهم نغطس اي كنضيعوا الوقت وصافي. كما كتشوفوا معنا الاخوان دابا غنجرب شويه بتقنيه سبينينغ. غنمشي نصاد تما وغنشوف واش غنشبروا شي شوطاي اخرى. واذا ما كان والو عاد بالسبينينغ غنرجع نعمل شي غطسه اخرى ان شاء الله. خليكم معنا. غنرجعوها للاخوان ديك البلاصه ديك الشوطه القبيله اللي تبعوا هذا اللور واللي فلتوا. غنرجع ليهم وغنشوفوا ما سيحصلوا دابا. نطلبوا الله الاخوان شي يكون الخير باش نكملوا بهم الغدا اليوم ان شاء الله. كما تشوفوا معايا هاد البلاصه هذه هنايا البلاصه هنايا ضربوا عليا دابا كما تشوفوا معايا الاخوان. جاب الله واحده اخرى ثانيه كما تشوفوا معايا بارك الله. هذه الاخوان دابا الثانيه غنزيدوها على ديك الحصيله اللي شبرنا ونعدلو بهم شي غدا واعر اليوم. انا نعاود نسيبها الاخوان وغنشوف اش غنشبر شي حاجه اخرى عاود ان شاء الله. غير شي وحده ولا شي جوج بحال هادو بركه عليا. نزلوها اليوم الاخوان بحر واعر غير العوم والله الا الصراحه استفدت اليوم غير العوم. واخا الحوت قليل برت الجنون ديالي في العوم اليوم المسخونين وبحر واعر كما كتشوفوا معنا بحر بحال البيسين. دابا غنشعلوا العافيه وديك الحوت اللي شبرنا الاخوان غناكلوها اليوم. كمونا الاخوان نعدلوا ديك الحوت وغنشعلوا العافيه وغنشويوا ديك الحوت. خليكم معنا. اخوان كما تشوفوا الحصيله اليوم ما كانش بزاف. جاب الله غير هاد جوج د الشوطات هادو ولا الباراكودات واحد ثلاثه البوريات واحد شارغو صغير واحد القرفوح. ما كانتش شي حصيله الاخوان بزاف. غنعدل هاد الحوت هذا دابا وغنقليو غنشويوه ياك غنشعلو العافيه دابا ان شاء الله. وخليكم معانا من البحر لعندك.
ما كاين لا كاغيط ما كاين لا عواد، هادشي بالدراهم جمعنا باش تسعى العافيه هنا خصك تجيب الفخار ديالك معاك. ما عندك دعوه على الشطه والطه بلا غدا، سمعتيني ضروري كرهت غير هاد الزنابر اليوم. أنا ساعة كل ساعة انقسموا المعقول ياك. شدي خروارة ياك. مرحبا بكم الإخوان كاملين. هاد الجلسة هادي بارك علينا وقتنا بوحود. بركة بوري خل عمل بلاصه دي. كملنا الطاجين بوري بعدا كلشي عمل تما قلوبي. ياك ياك الشاف محمد فهمتينا السيموني بحر لعندك سي مونير. كيف جاتك تبحيرة اليوم؟ تبحيرة واعرة، بلاصة واعرة، مكان زوين، ما كتشوفوش مكاين. وكيف جاتك هاد العام شماعلة وسطيحة، كيف جاوك؟ صراحة الله زاد مزيانة العام اللي فات، زادوا بالإصلاحات اللي عدلوها. الإصلاحات عدلوها مزيانة، دابا بغينا كنشعلوا النار غنتغداو دابا. سي محمد صدنا الحوت، الله يجازيه بالخير. ها هو الحوت. طلعنا ملان غدو بغينا كل شيء يجي ياكل معنا. مرحبا مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بكم كاملين. انا غير بجوج بينا. صحتك السي منير، هاد الخرجه كامله كادو ليلك، هادي كنهديها ليلك. شكرا بزاف عمري حفظ الخرجه هادي، صراحه الله ما كان زوين ما شاء الله. ايوا صحتك السي منير. صحه كيما كتشوف الاخوان، غنشويو دابا هذيك البركه اللي جاب الله. بهيدا
غدا نزرو بانو سيمونيرو غنطلقو بحالنا ان شاء الله. مرحبا بكم كامل. واحد النصيحه للناس اللي كيبحروا ويخيموا بحال هيدا كيجوزوا نهار كامل في البلايا، ملي تساليوا الاخوان جمعوا هاد الزبل هذا حاشاكم بعدا، المهم الزبل ديالكم جمعوها الاخوان من الاخرين، ما تخليو حتى شي حاجه تما، لا قشور الدلع لا قشور الهندي لا حتى شي حاجه، جمعوا كلشي العافيه طفيوها ما تخليوهاش مشعوله. حنا هنا قريبين للغابه بدا تحرك شويه الريح ما نعرف، تاكدوا من العافيه طفيوها مزيان، الزبل ديالكم جمعوه، وهذا الشيء اللي غنعمل دابا انا. كما تشوفها الاخوان صافي كلينا الحمد لله شبعنا مزيان. ملي تساليوا الاخوان تخرجوا في الرحله بحال هيدا، واحد النصيحه بغيت نقول لكم، ملي تكونوا ماشيين بحالكم جمعوا ديك الزبل ديالكم كامل، ما تخليوا حتى شي حاجه، القشور الدلاع القشور الهندي كراعد مناضه الميكا قشور المطيشه البطاطا جمعوا، المهم كلشي ما تخليوا حتى شي حاجه. الناس اللي كيصادوا حتى هما يجمعوا الطعم ديالهم، ما يخليوش المصيد خانز الاخوان، يجمعوا ديك الشيء مزيان كما تشوفوا معايا ويخليوا البلاصه ديالهم نقيه. هاد النصيحه الاخوان للناس اللي المبتدئ اللي باقيين يلا كيصادوا كيمشيو يصيدوا ويخليوا كلشي بلايا هذاك مترش، وهادشي اللي كاين الاخوان. الفيديو ديالنا اليوم سالا والرحله ديالنا حتى هي سالا. كنشكر بزاف منير سي منير على هاد الخرجه، يعني توجنا شويه وكنشكرو بزاف ويسمح لي ضربنا الطريق اول مره غنجيبو معايا لهاد البلاصه هادي، وكان عندنا ثقال الاخوان كما تشوفوا، مشكله ثقال والحراره، والحمد لله قاس كلشي هو هذاك. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الرحله اليوم الاخوان، يعني مخلطه فيها شويه سبينينغ فيها شويه الغطس، طيبنا الحوت وكما تشوفوا معايا الاخوان اول مره كنطيب في القناه، ما مولفش كيكون خاصني غير الصاد، يعني التقنيه سبينينغ خاصك دير ديك الشيء واجد، يمكن لك تدعم الطاجين انت ماشي وانت كتحرك انتقل المصيد المصيد. واذا عجبتكم الاخوان يعني بقا نعدلوا الطياب بحال هكذا في القناه مره مره، الفيديو يكون فيها الطياب. اذا عجبتكم هالفكره الاخوان خليوها لي في التعالي، وبلا ما نجي نطول عليكم الاخوان حيت باقي لنا مصيبه ديال الطريق. اللي عجبو الفيديو يعملنا الاعجاب بالفيديو، واللي باقي ما شاركش معنا في القناه الاخوان يشارك معنا في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. واللي عنده اي سؤال او تعليق خلي لي اسفل الفيديو. نتلاقاو في شي حلقه اخرى وموضوع اخر، مع السلامه. Ha 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 ha